ولذلك إذا تأملت في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الدعوة إلى أن يتأمل العباد في أسماء الله وفي صفات الله وفي أفعال الله. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله غني حميد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، في معاني كثيرة جاءت بهذا المعنى، في آيات كثيرة جاءت في هذا المعنى في كتاب الله عز وجل. نتأمل في الأسلوب العام في قوله فاعلموا، واعلموا، اعلموا، تصدير الآية بطلب العلم فيه الدلالة على عظيم الأمر الذي سيأتي بعد هذا النداء بالعلم. لاحظوا فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أن الله عزيز حكيم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.